قفل 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 ال ال طفيتها؟ ابراهيم صغر الحلقة دي اساسا. يا لا تنمقر لا تنمقر. طفيتها؟ اي خلاص خلاص الامور طيبة. ابغى ناقش يا ولد تغير الابطال الحين هالبطل الجديد اللي اسمه فالكو شو اللي قاعد يصير؟ احس كاني قاعد اطالع جوجو الجزء الثالث. صدمة. باسم النمر 10 قفت صاب بيض الله وجهك انا قلت لك قصص دعم. شو اللي صار؟ والله محمد دعم 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 اشتغل اشتغل دعم اشتغل اشتغل النمر رجع يا ولد والله حافظ اقسم بالله الرسم صراحة السيزون افضل من السيزون اللي قبله بالنسبة لي على الاقل. تحريك صراحة خدعني في البداية خلاني أظن يا رجال أنا يوم أقرأ الفصل ذا في المانجا بدأ نفس الطريقة ترى يوم بدأت المانجا كذا أنا قاعد أقول لا أنا مو بدخل أجيب العمالقة اللي رافع اللي رافع الملف رافع مانجا ثاني نفس ردة فعل محمد وقاعد تضرب خمس بزداز والله فعلا فعلا كان أصعب فصل علي شرح كذا الفصل عشان كذا قال لي لا تخش المانجا على 90 خش المانجا على فصل 89 تقرأ 89 بعدين تقرأ فصل 90 ولا ما راح تصدق انك تقرا نفس الانجليزي بس يعتبر الاول على العرب حاليا في التويتش اريغاتو غوزايماس احلى دعم فديتكم كنتم عند الوعد ووفيت بوعدكم كان شيء وعدني بهديه وش 5000 نفر هذا ال 5000 ابعي واهلي وحبايبي لا تقعد تفضل علي يبهم انت انا قلت انت قايل لي اذا جيت في هديه وش ابشر بالدعم لا لا مو منك هذا من باسم النمر الشنب اللي هناك من سوسو سمباي انت 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 مين عندك انت لا تقعد تكذب انت ما يجي الحلقه الجايه انا ما يجي ما احب اللي يكذب علي انا قلت لك ابشر بالدعم ما قلت ابشر بالدعم قلت في هديه وش كيفك خل ما تجيني هديه على الحلقه الجايه لو مو لا تلومني انا والله مخليه طاحت براسك كيف هذا هو صم مسكين متبلع ما يدري اللي قال هدية أنا قلت هدية هذه مشكلة أنا أنا سويت معاه أسلوب إقناع مختلف لا يريكشن لو إنك تميت عليها أحسن هو يستاهل كل شيء رفع عليكم والله يستاهل والله العظيم أنت بتروح مكة بكرة أطقه بس ساكنة وأنا جاي مكة أجيبها معي ترى على فكره هذا ماي زمزم يجيني كل اسبوع لا انا ما قلت ماي زمزم قلت بجيب لك هديه خلص. اذا ما خاب ظني ترى هذا اكثر من فصل ايوه اي احد مكه في جده عنده هديه كذا يسلمني اياها وانا جاي كول مي ديمون ودعم 10 جيفت ساب بارقه توكل زي ما ليكون سوا زي جورج الله الله ليكون سوا زي جورج الله صراحه انا ما ادري ايش اللي صاير بس سوا زي جورج بس والله هي كذا نقز رينر كذا هنا كذا اشتغلت الصوره اوكي اوكي الوضع مش مضبوط الوضع حاليا بس هذا وين اساسا نهايه السيزون الثاني نهايه السيزون اللي فات ايفن كان كبير ايوه ايوه شوف بدا يشتغل بدا كذا رينر صار كبير وكان لك يوم كان عند البحر ايفن كان كبير بس مو بهالكبر كان حتى شعره طول اي بس ما كان بهالكبر اي بس ابو شعره طول يعني انك مره فتره انا انا اقول لو تابعت الحلقه الثانيه لو تابعت الحلقه اقصد مره ثانيه تفهم كل شيء تربط كل شيء تربط كل شيء إيه لأن إحنا دخلنا دخلين إحنا إنه ماضي أخذتوه على أنت أنت أول ما بديت تربط بس تسترجع تقول ها قال إنه مخذ العملاق الأنثى كذا بديت تربط الكلام اللي بساعه كان مش مضبوط لا لا أنت ماشي صح بس تكلم كل اللي قرا المانجا لحسوا يعني الفصل كان لحسن الكاتب سوى شيء غريب جدا يعني صراحه ضربكم خماس اسداد أيوة. على فكره ترى ما هو تقديم وتاخير من الاستديو هذا نفس المانجا أيوة نفس البدايه أيوة. من نفس بس باخراج تحريك اسطوري هذا الشيء اللي طيحني في المانجا بس والله الاسلحه يعني خلت اي خلت العمالقه ولا شيء يا خبيت الشهانجي سويتي فيهم هنجي ما لها دخل أه هي اللي كانت تخترع اسلحه ضد هذا ما لهم دخل بالربعنا ترى محمد الحين العنوان ما يعتبر حق لو عرفنا الحين صح انا قريت العنوان انا ما قريتها انا قريب بس ناسي وش انا ما قريته ما يهم خلاص خله الحين مش مهم حسن ايش كان اسمه حسن الغير اسم الحسن سلافة اي ما له دخل بالربعنا اذا كان اذا كان شغلت معناها سلافه اي اوكي هذا شيء ثاني يعني هو يقول لك الشرق الاوسط واتحاد الشرق الاوسط
ولابسين لبس عربي والحصن اسمه سلافة. اي اوكي ايه ما له علاقه بالبادايس ولا الحين في مكان ثاني. حتى الحصن مسمين على اسم بنت اسمها سلافه غير روز وماريا. أي بنت بالضبط. اسمها سلافه بالضبط. زوجة شقيف. اي هم راحوا الجهه الثانيه يعني شفت احنا ربعنا اللي ايرن ربعنا هناك في الجهه الثانيه. هذا الجهه الثانيه في عالم ثاني اوريدي. وزي ما قال لك حين شفي يعني في الحلقه ايش قال الاخير؟ قال ان اخبارته تحول العالم بانتصار المارلي. فهمت يعني هذول كان عايزين يروحوا هناك. ما له جهة على السلافة ذي. اي مش جهة ربعنا هناك ابدا ما لهم دخل كلش. ما لهم ربعنا. بس ذي مسوين لهم تقنيات مضادة للعمالقة. وقف. قالوا في ذاك السيزن ان في معدن ثمين في البارادايس وما كانوا قادرين يوصلونه بسبة العمالقة. فأكيد هم جايين هنا عشان المعدن أو المادة الثمينة اللي كانوا يحمونها في البارادايس. وقال إنها أساس الحرب عليها وإنها إيه الوقود. قالوا الوقود اللي بيشعل الحرب العالم وإن عصر العمالقة بينتهي وإن المادة هذه هي اللي راح تشعل وقود العالم. المادة اللي كانت وراء أسوار البارادايس قالوها في نهاية السيزون اللي فات. مين اللي قالها؟ مادم كان يتكلم كان أبو إيرن ويتكلم. والله بطل. أبو إيرن ويتكلم عن التاريخ قال في شيء ممسوح مو واضح ورا البارادايس الوقود اللي راح يشعل فتيل الحرب في العالم. سلافة هذه الحين زوجة شقيف. قاعد تفكر في سلافة أنت خبيتك. تو يطلع الاسم في راسي. إيه كان اسمها زوجة. حق الكواسر ذا. إيه سلافة. إيه والله صدق. أنا قاعد أشرح له عن حرب العالم اللي رايحين شقيف شق الله واسك شقفة شقفة يلا مخي برمج بس وقفت احنا بعد ما سكت تكلم تو ماتش تو بروسس تو ماتش تو بروسس بس لك سؤال بس الحين هم قالوا في البارادايس وقود الذي سيشعل هالكلام خلوه حق الانطباع لما اي بس سؤال وحيد الحين من يوم انتصر إيرن على راينر والعملاق القرد اي كم مر عن نهاية السيزون الماضي؟ كم يوم جابوا إيرن كبر؟ سنة عندنا مر سنة عندنا عند إيرن ربعة عندنا عند كونان يومين ركز معك ركز معك من انتصروا عليه وانحاش القرد ويا ذا ويا راينر كم مر وقت نهاية السيزون الماضي؟ كم مرت سنة سنتين؟ عندنا ولا عندهم؟ عندهم هم معلي أنك كنت منه عندهم أعتقد سنتين أو ثلاث لأن طال شعر إيرن أتوقع أقل ما اذكر والله انا بس انا اقوى ما ادري عشان يطول زي كذا كان لا انا وين يطول لان الحين حق اربطها مفروض انه يعني خلال ذاك الوقت اللي هم ايرن كانوا ربعي يحاولوا يصفون العمالقه ويضبطون وضعنا قبل يصلون الشاطئ مفروض ان هذول بيدخلوا الحرب ما اعتقد لان قالوا اربع سنوات احنا نحارب عادي انهم صاروا اربع سنوات يحاربون بس هذه ما لها علاقه هو اعتقد والله ما ادري هو اول شيء لازم ارجع الكلام ابو ايرن عن الماده التي ستشعل فتيل الحرب في العالم وان اساسا العملاق المؤسس خذ البارادايس اساس يخلي الماده دي رهينه عنده فهمت ليش راح البارادايس عشان تصير الماده دي تحت يده لا ما تستخدمونها انا بس اللي عندي رهينتها الماده دفاعه الاسوار فاكيد هم جايين الحين حصن سلاف على اساس انه مصدر اخر للماده يمكن فيها مصدر او ما شيء او يكبرون مملكتهم يضيفون يبون الماده لو قال ستشتعل الحرب قالها ابو ايرن بس شو الحكم من العملاق المؤسس اللي يبون قال قوه عمالقه ضعيفه بس علشان كذا احتاج قوه العملاق المؤسس شو يسوي العملاق المؤسس يتحكم بالعمالقه كلهم فاقدر احوها 800 القرد قاعد يتحكم طيب العملاق اللي قاعد يتحكم يحولهم تحكم يتحكم فيهم اذا دقوهم الابره هذا الفرق العملاق القرد يحولهم اذا دقوهم الابره بس ما يقدر يتحكم فيهم انت راح يمين انت راح يسار لا هو يتحكم فيهم بس انه تحكمه ما اتوقع انه مطلق مثل العملاق ذا اذكرك ليش؟ تذكر الجزء الثاني منه قال حق واحد من العمالقه لا تسوي ذا الشيء راح تسوي ذا الشيء في عصا وقال قلت لك لا تسوي إيه. قاعد كذا يكلمه بالكلام يخوفه إيه. أبن بدون شيء يأمرهم أمر على طول يسمعون كلامه بالكلام وأعتقد أن العملاق المؤسس عنده القدرة أنه يحولك حتى أنت عملاق بدون لا يكونك كبر تبي تدري هذا الشيء ما أدري عن العملاق إذا يقدر يحول بدون عن ذولا بس الشيء على أن الأمر مطلق يعني لو أن العملاق القرد عنده قدرة للأمر المطلق
كان جابوا العمالقة متحولين يعني يلوحهم من فوق السماء. أي. بس ما عنده هذه القدرة. ما عنده. وبس صوخته تخليهم يتحولون بس. والله طلع لنا تحليل كويس من هذه الحلقة. تحمس صراحة. تقييماتكم للحلقة بشكل سريع. والله كبداية موسم 10/10 بالنسبة لي. أنا بالنسبة لي على اللحسة التوست اللي سواه في البداية الرسم التحريك كل شيء أعطي 10/10 بالنسبة لي. إذا أنا ما سوى حركة جوجو فهو 10/10. إذا سوى حركة جوجو ما أقدر أحكم لين الحلقة الجاية. معليش بس عشان أنا أفهم جوجو شو حركة جوجو بالضبط. Next generation. إيه فهمت قصدك. قصدك اللي هم الصغار ذي بيصيرون الجيل القادم يعني. إيه نحن قصة. أنت على بالك يعني أنت حين مو من رين الراح جي. انا مو بينا الحين قاعد يجيب لي فالكو ربع ذيلي فالكو ما عليها الاسم الله انا بس بفهم نقطة يعني قصدك الثلاثة اذا يطلعوا وهم بيكونوا الابطال اظن انه مر عليك في برزرك فالكو كولت ما علي طيب ما ادري عن كولت فالكو فالكو كولت ما وين عن كولت هذا كولت زولدك اخو كيلو لا لا ما دخل يعني الاسم نوعا ما حتى نحسه كذا فيه شيء فاميليار ما ادري اي وكرناي بس انه حلقه حلوه ولو قالين هو كان قلت لكم ايبو بس قال فوق مو وقت هيك بصراحه لكل يعني من قال لي تبع مانجا انا اقول لك صراحه من جي جي انا استمتعت كفو عليك ولا ندمت ولا واحد بالمئة اهني كل من صبر كافوا عليكم لكم صبرتوا وتستحقون هذا الانجاز وايضا واستمتعوا الان اشكر متابعين مانجا العمالقه صراحه عند بحظي ما احد يعني حرق عليه هذا اللي بيصير اليوم خلتوني استمتع في هذه الحلقه وتشوف ردة فعل هذا الرهيب لاني صراحه تفاجأت يعني وهذا الشيء كان مره جميل قوته تفاجأت مو تفاجأت يعني مع بعض مفاجاه وانفجعت نفس الوقت اختصاص العامر مزج الكلمات ايوه انا تقييمي للحلقه مليون من 10 صراحه برافو الاخراج ما بقى فجعني ما بقى هو ذا مخه قاعد يضرب 15 انت على ما تربط احنا بنلاقي نكمل تقييمك يا ولدي هذا تقييمي 10/10 للحلقه وتقييمي لنفسي المشهد اللي جابوه في اخر سيزون اللي فات شفت انت وش ذا كان في مشهد قصيف نهايه السيزون اللي فات شفته ولا طلعت وخليتني اشوف الحالي انا ما اذكر ليش قصد اللي يعتبر زي الحرق في السيزون الجاي ما ادري ناس قالوا انه حرق وناس كذا ميكاسا تقول كلمه يلا عشان ما شفته انا ما شفته شلون انا ما شفته تتكلم فيه قول كلمه ما شفت اللقطه طلعت انا احسن لك انا طلعت شفت اللقطه شفته ولا ما شفته ما شفته مثلا انا ما شفتها ما اتذكر شيء زي كذا ما اذكر اساسا انه مكسر انا بعد الموسم الثالث على طول خشيت في المانجا فما شفت اللقطه مصور اندين قطيت شوف جلة اما ارجع اشوفها مره ثانيه الادب لا يرجع اشوف انسى لا ترجع اشوفها بس السيزون بدا هذا كان يا لطيف طيب انا وجل نستاذن قبل نطلع برا والله كذا في لساني كلام واجد سوينا يعطيكم العافيه كذا كوصل نهايه هذا اللايف بس ما حد يسوي طبعا الحلقه هذه اكون معكم صريح ننتج الحلقه الجايه ان شاء الله انا ابي اقول لك سلام عليكم ويلا خلونا نبدا في الاخير بقول لك في النهايه قولوا معي انا ما ادري ايش صار شباب قبل بنرجع لكم فيما بعد في مورياتي ان شاء الله وفاير فورس اللي ما سويتهم لايف انا سهران شبعان نوم فبس بس الحين والله العظيم ما انصحك يروحون ضحيه اي والله بيروحون ضحيه يروحون ضحيه بعد الحلقه ما اسوي شيء لا بشوف والله بيروحون ضحيه ما عندي شيء قاعد خلنا نشوف يعني احد يقول مفطح ياكل همبرجر اهلني قالت التشبيه قاتل والله توك مخلص فتح تاكل كما قال المرحوم حسن حسني داخل مطعم سندويتش انت داخل مطعم سندويتش الله يرحمه والله يعني استطعنا كما استطعنا بالختام قول معاي سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك لا تنسون الاشتراك واللايك وكل شيء يلا والشير ونشوفكم على خير